هاد الناس خليناهم نهار الاول نهار الثاني ولاو كيديروا لنا قدام العمره داينا دايرين الطواليت ملي كتبي معاه هما كيتشابوا ما تعرف كيزيد واحد كيجي لاخر الغد كيديرها وملي كدوي معاه اش كيقول لك ما اسمح لي اسمح لي وكيزيد وداك الشيء كيتكرر 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 اما 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 حدا قدام واحد المدرسه راه ولا حتى شنو هو راه الخنز هكاك وكيمشي قدامها وكيبدا يبول ما كاينش اللي كيدوي معاه المعامله ديالنا هي هذه اخويا اللي كنعانيو هي هذا الشيء ديال النظافه اما حنا ماشي عنصريين ماشي ضدهم حنا كنطلبوا يديروا لنا حل ويديروا لهم حل كنعانيو من مشاكل كثيره في هذا السيكتور كنعانيو من مشاكل كثيره تحت العماره ديالنا مع الافارقه جنوب الصحراء عيينا بغينا حل راه حنا عيينا عباد الله عيينا راه هاد البلاصه رجعت مستنقع ديال الزبل وديال الطعاره وديال الوكر ديال الخنز عيينا والبوطات تحت العماره واش حنا ما نخافوش على راسنا ما نخافوش على وليداتنا راه عيينا راه خص الحكومه وخص الدوله تدخل بحل يكون جذري وكنوجه نداء ديالي لصاحب الجلاله ياخذ هاد النداء ديالنا بعين الاعتبار حنا راه عيينا حنا ماشي ضدهم راه تا هما مكرفصين وحنا مكرفصين يشوفوا فين يديوهم حنا خويا عيينا ما نشكيو هادي 5 سنين وحنا هازينهم عيينا كيجيو كيتعيا السلطات كيديروا خدمتهم كيحيدوهم بعد ساعه كيعاودوا يرجعوا السلطات كدير خدمتها مشكورين على المجهودات اللي كيديروا تا هما الله يحسن عوانهم ولكن حنا راه عيينا تقهرنا بغينا حل جذري حنا راه صافي راه عيينا هذا السيكتور رجع كله موسخ فين ما خرجتي كتشم الروائح الكريهه البول الخنز الويل الكحل فين ما خاص قد تدوز على رجلك هنا كاع طاكسي الا قلتي له ديني لهنا كيقول لك واش نديك هذا الكوت ديفوار ولو مسمين على هاد الشارع هاد البلاصه هادي الكوت ديفوار راه عيينا ان شاء الله كنتمنوا من الله يكون الحل ويكون عاجل غير اجل حيتاش حنا عيينا هادي معاناه ديال 3 سنين ولا 4 سنين قبل كورونا هما عندنا هنايا عانينا معاهم اخويا في الجرده اللي كاينه هنايا فاش شعلت العافيه وناض داك الصداع اللي ناض عاوتاني اخويا مشاو للتيران شعلوا فيه عاوتاني العافيه عاوتاني جاو هنايا ولاو دايرين حاجاكم خزين ديال الدعاره الفساد العلني راه كاينين فيديوهات متقه نوريوهم لكم امامكم انهم الفساد وكيدخلوا الدريات تحت الكياطن ديالهم التجاره في المخدرات عين بين الدوليو راك شفتوا كلشي البارح زيد على اخويا ولاو 3 الصباح كيطلقوا البيفان ديالهم موسيقى مجهده الساكنه كتعاني معاهم حاشاكم ريحه البول ريحه الخنز حتى واحد ما بقى باغي يشري من الديار هادو ما بقى باغي يكري ما بقى باغي حتى حاجه اخويا حنا ما بغينا حنا ماشي ضدهم كما قلت لكم حنا كنطالبوا السلطات اللي حتى هي بدلات معنا مجهودات ولكن كدير مجهود كدير حلول ترقيعيه حنا ما بقيناش بغينا ذوك الحلول الترقيعيه بغينا حل جذري انهم يحيدوا منا من هنا يعطى الله كاينين البقع اللي خاوين يعطيهم تما يحطوهم تما يديروا لهم محلات يعطيهم يبيعوا ويشريوا ما يبعدوا منا حنايا كساكنه هنايا.